السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع. طبعا يا جماعة الخير، أمي عندها إهداء وشكر. أول شيء اعتذار على تأخير الشكر. المفروض كان نشكر من زمان بس انشغالنا بأمور الدنيا. نشكر آل يعقوب، عائلة آل يعقوب، وخاصة زينب أم نبراس ورحمة خالة أم نبراس. قول معايا أنا هم يسمعوني. ومنيرة، منيرة أخت رحمة، أخت أم نبراس. أيوة. وأم روج. بصراحة العائلة دي ما عندهم إلا نبراس. إلا أمي كملي على بذل جهودهم الجبارة. حلو، إيش كانوا يسووا لك؟ من تدفئة داخل الحرم. تدفئة؟ أيوة تدفئة، كانوا يجيبوا لي يوميا شراب يدفوني، إيش أسود إيش ملون إيش حركات. ثانيا تسلم. التغذية أثناء الصيام وأنا صايمة يجيبوا لي إفطار. رحمة الله يستر عليها جابت لي فول، جابت لي كبدة داخل الحرم. يعني أصوم وأنا مرتاحة نفسيا. أيضا منيرة تعمل لي في السحور، هذه رحمة في الفطور، ديك في السحور. إيش سلطات إيش فاكهات تفاح. بصراحة يخلوني أصوم وأنا في أتم الصحة والعافية. حلو، نشكرهم بصراحة شكر لا يوصف. خلاص يلا هذه كلمة، يلا إيش كلمتك أنت من ناحيتهم على راحة؟ طبعا أنت اللي قدم لك راحة لأمك، طبعا كانوا قدمها راحة لك. نشكر نجوى أم نبراس، مو نجوى، ما عندهم نجوى. ها منيرة، منيرة أم خالة نبراس، خالة أم نبراس، أم نبراس. أيوة. ورحمة، ورحمة خالة نبراس، خالة نبراس ونبراس. تستاهل نبراس، يعني ظالمين جايبين اسمه بعدنا. تستاهل نبراس، شكرا نبراس على تدفئة أمي. لا نبراس ما عملت لي تدفئة. بس خلصنا يا أمي. أيوة يستاهلوا أكتر من كده. بس كل ده الإهداء ونشكر عشان جابوا لك شراب، مو عشان شراب، غير الشراب، غير التغذية، غير الحماية داخل الحرم. حماية دي سلطات وحركات. إيه؟ كنت كمان أبغى أصور أنواع الشراريب اللي كانوا يجيبوا لي إياها، شيء طويل شيء قصير ذو جودة عالية. مو أي شراريب، من الصوف الطري الناعم اللي يدفي. بس ضاع خسارة يعني. حب ما ارسلته قلت لي. والله ارسلته، والله ما سمعت ارسلته. لو ارسلته كان اتصلوه. يا نبراس اتصل، يا نبراس اتصل على امي قول والله شافه. لا مو نبراس اللي تتصل، ام نبراس خالة ام نبراس. ما ابغاهم يتصلوا، اهم شيء يوصل لهم الشكر. ايوه وصل، وصل راح. ايش دراك؟ انا صاحب الحساب اللي وديته. هيا خليني اشوف مارح، انا بروح لهم اصلا ان شاء الله يومين ثلاثة بروح لهم ان شاء الله. طيب واشوف. والله لا اجيك امدسك هناك قبل ما اروح. وي وي حماية الفخم. ها؟ ولا شيء ولا شيء. أحسن والله ولا شيء. إيش بتضحك عليه؟ أبضحك مع نفسي، تذكرت هرجة. إيش بتضحك عليه؟ والله ما بضحك عليك يا أبو. إلا بتضحك على الشكر ده ما عجبك.